هذا المتأنق المظهر يبدو مرهفا وودودا. هو ليس عارض أزياء أو مصمم خطوط موضة باريسية، مع أنه يدعي رسم خطط إسقاط أنظمة. برنار أونري ليفي، فرنسي يهودي جزائري المولد لكنه إسرائيلي الهوى، شخصيته مركبة وملفوفة في الغموض. ليفي الأديب، الصحفي، المخرج والفيلسوف، يمتهن هذه الأيام صناعة الربيع ويعده سلعة للتهريب، يشحنها من بلد عربي إلى آخر. بالأمس جر ساركوزي والناتو للتدخل العسكري في ليبيا، اليوم يتحرك على خطوط الجبهة السورية ويجتهد في دفع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للقيام بتدخل عسكري على أمل تكرار سيناريو ليبيا. سيناريو خلده سينمائيا عبر فيلم قسم طبرق، ثم عرضه في مهرجان كان، وتحت أضواء كان لاقى ثوار ليبيا المنتصرين بثوار سوريا المنتظرين. ليفي الفرنسي إسرائيلي الهوى جمع الأشقاء العرب، عرفهم على بعض وأوصاهم خيرا بالثورة وبتسليم واستلام الشعلة. يلقب في الأوساط الإعلامية بعراب الثورات، سمة من يضيف له شيطان الثورات، فهل له من ذلك الاسم نصيب؟ الوجه الجميل للشيطان، هكذا سماه صحفي فرنسي في السبعينات. في الثمانينات أصدر ليفي رواية الشيطان الذي في رأسي. هل لذلك الشيطان علاقة بتناقضاته؟ يرسم نفسه حمامة سلام في كتابه عن الثورة الليبية، الحرب دون أن نحبها، على نحو مناقض. يوشح موقعه على الإنترنت بعبارة مخيفة: فن الفلسفة لا يساوي شيئاً إلا إذا كان فن حرب. قصصه العالمية مع بؤر الاضطراب والحروب مدهشة لا تنتهي. إنه هنا في البوسنة وفي جورجيا، كذلك في أفغانستان، في دارفور وفي جنوب السودان، في ميدان التحرير، وبالطبع مع ثوار ليبيا. هناك استقبل كالفاتحين، طار بعدها بأيام على جناح الشوق إلى تل أبيب، وطمأن شيمون بيراز وصحبه بأن لا خوف من الربيع العربي. تتزاحم وترتسم الأسئلة كبيرة وقلقة: لماذا يتواجد شيطانه في كل تلك الربوع؟ وكيف اندس هؤلاء؟ من أين يستمد قوته؟ ولمصلحة من يعمل بلا كلل؟ لكن الزمن العربي دار، وعدو الأمس بات صديق اليوم. في المجلس الانتقالي الليبي ثائر يسمى سليمان الفورتية، بفضله نال ليفي حق المواطنة الليبية تكريما لأياده البيضاء في وضع البلاد على طريق الربيع. ما زلنا ننتظر مساعدة أحرار الناس للسوريين للتخلص من هذا النظام. العراب منشغل هذه الأيام بالثورة السورية، وأقصى أمنياته أن يصل الربيع إلى الجزائر. De ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. The surprise for me this morning was the extent of the of what Daesh made to destroy this part of the world. They are not brave. They are good terrorists, but they are bad fighters. When they started to take I do believe that if Daesh is destroyed here, the myth will be destroyed and the terrorism will be weakened in our countries.